بيكم معانا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة. النهاردة عندنا كبة في الصينية، هنقدم معاها شوربة زبادي بالرز، لطيفة جدا عشان تبقى هادية شوية عشان الحر. وعندنا كمان جلاش بالعجوة، طبق الحلو. هنبدأ أول حاجة بالكبة في الصينية. هنحتاج المقادير هتنزل بالظبط على الشاشة. هنحتاج لحمة مفرومة، برغل يكون منقوع كويس جدا، مغسول الأول كويس جدا ومنقوع في مية دافية وبعدين متصفي من ميته كويس جدا. هنحتاج معاه بصل وملح وفلفل وسبع بهارات. الحشوة هنحتاج بصل، لحمة مفرومة، زبدة، دبس الرمان، سبع بهارات، ملح وفلفل وشوية صنوبر. وللوش هنحتاج، أو يعني للتقديم هنحتاج لوز. أول حاجة هنبدأ فيها الحشوة. عايزة هنا زيت، زيت بقى زيتون، زيت ذرة، زي ما انتوا عايزين. انا هحط زيت زيتون وهحط معاه مكعب زبدة، وبعدين هنحط البصل ملح وفلفل سبع بهارات تقليبة. ممكن جدا كمان في ناس مع الحشوة تحط شوية بقدونس، ما يقولش لا لو عايزين. لحمة، وفي الآخر خالص هنزل الصنوبر. كده ايه، نسيبها بقى لحد ما تستوي خالص على الاخر. نقلب فيها كل شوية بس عشان ادخل البصل جواها وعشان افكك اللحمة من بعضها ما تبقاش كتل. تمام كده، حلوة قوي. دبس الرمان والصنوبر اخر حاجة هتتحط. عايزة بقى ابدأ دلوقتي اعمل الكبة نفسها. هحط اللحمة، هنا هحط البرغل اللي احنا قلنا ان احنا غسلناه ونقعناه وصفيناه كويس جدا. بصل، ملح، فلفل، سبع بهارات، هحط هنا وهضرب، وانا بضرب هنزل تلج عليها. بس عايزة اقلب الاول العصاك تقليبة كده نشوف الدنيا فيها ايه. كويس قوي. نبتدي بقى نشغل هنا. بسم الله.
كده شغاله كويس جدا، فاضل لها ضربه واحده كمان بس برضو نساعد كده ايه كل المقادير مع بعض عشان عايزاها تبقى ناعمه جدا وتبقى كل المقدار داخل في بعضه. ضربه كمان قوي. هايل هايل. هنا بقى يا جماعة هننزل الصنوبر دبس الرمان دي شوية من الحبهان البودرة، هحط نقطة نقطة حبهان بودرة كده، اقلب بقى كل ده في بعضه مرة تانية كويس قوي. هايل. هسيبه يغلي بعد دبس الرمان غلوة واحدة بس اتأكد ان كل المقادير دخلت في بعضها. في الوقت ده هنا هحط زيت زيتون وبعدين هناخد الكبة نرص كده نعمل طبقة كويسة جدا متساوية وتخينة مش رفيعة. نجيب الحشوة بتاعتنا نحطها هنا وناخد بقية مقدار الكبة. عايزين بقى ايه ممكن نعمله كده بايدينا ونحطه بحيث ان احنا ايه نعرف نرصه، ودايما لما نيجي نحط الحته اللي بعدها نحطها على الكبه نفسها مش على الحشو عشان اقدر ابدا من عندها واكمل وفي نفس الوقت كمان امسكها في الكميه اللي قبلها. فاهمين قصدي كده؟ ايوه كده. ويعني ايه الحمهم في بعض واكمل اتاكد ان كله كده ايه تمام. ممكن لو حسيتوا ان هي مش مضايقاني خالص، بس لو انتوا حسيتوا انها مضايقاكوا نقطه من الزيت او نقطه من الميه في ايديكوا وتكملوا شغل بيها هتبقى سهله جدا. اتاكد ان كله متظبط كويس قوي. اللوز على الوش كده ويكون مش محمص لان احنا لسه هندخل طبعا الفرن، فلو حمصناه هيتحرق. نعمل كده ندي اي شكل انتوا عايزينه مفيش مشكله، وهنديها رشه بسيطه جدا من زيت الزيتون تاني على الوش ندخل بقى الفرن. بس اغسل ايدي بقى الاول. نعمل كده على الوش ندخل الفرن
نطلع بقى فاصل ونرجع نكمل بقية وصفاتنا، استنونا. بعد الفاصل احنا دخلنا الكبه اللي في الصينيه في الفرن، فاضل لها دقيقتين بالظبط ان شاء الله ونطلعها. دلوقتي هنعمل مع بعض الشوربه. فللشوربه احنا محتاجين زبادي، نشا، بقدونس مفروم، نعناع مفروم، مكعبات مرقه لحمه، رز، بواقي رز عندنا ابيض مسلوق او متفلفل مفيش مشكله خالص، بصل مفروم. هنعمل ايه؟ على النار هحط زيت زيتون، بصل، رز، بص على الكبة. تمام، تعالوا نطلعها. الكبة في الصينية. نرجع تاني للشوربة، هنحط مع الزبادي ده نشا عشان ما يقطعش على النار. هنحط هنا مكعب اللحمة، بقدونس، نعناع، نقلب ده كويس قوي ونرجع ده على النار. هنحتاج شوية مية سخنة، نقلب كويس قوي قوي قوي. أول ما ننزل الزبادي، مش عايزاه بقى يغلي عشان ما يقطعش. احنا طبعا امننا نفسنا بشوية النشا اللي احنا حطيناهم، مش المفروض يقطع، بس برضو الاحتياط واجب، يكون درجة الحرارة واطية وتكون ما يغليش على النار، يعني هي بس يسخن هغرف على طول. نحط بقى ملح وفلفل، نقطة فلفل بسيطة قوي مش كتير، ونحط الملح بتاعنا ونقلب كويس قوي. هايل، هنسيبه بقى على النار هاديه خالص يغلي غلوه واحده ونرفعه. دلوقتي بقى هنعمل الجلاش. فللجلاش انا محتاجه جلاش، طبعا محتاجه عجوه، زبده، سمسم، قرفه، وحبهان بودره. هنعمل فيهم ايه؟ هقول لكم حالا. على النار هنحط زبده، ممكن نبدل، يعني دي احنا ممكن نرفعها خالص من خلاص مش محتاجينها، ونجيب الحله دي هنا، نشغل هنا النار، وهنشغل الناحيه الثانيه النار برضو عشان عايزه اسيح شويه زبده. وهنا هنحط شوية زبدة عشان عايزة أسيح العجوة. عايزة بس أقسمها. نحاول نصغرها بس شوية عشان نساعدها إن هي تسيح أسرع على النار، ما تاخدش وقت كبير. وممكن جدا تحطوها كده مكعبات في الجلاش نفسه،
ما فيش مشكلة، احنا ممكن حتى نديها تشويحة وهي مكعبات كده ونستخدمها مكعبات، ما نفكهاش، مش هتقول لا، بس نديها تشويحة مع الزبدة والسمسم والقرفة والحبهان. ندي بقى قرفة، حبهان، نوطي النار، الزبدة دي جهزت، نحط السمسم، حلو قوي. نجيب بقى الجلاش بتاعنا، الصينية اللي هتخش الفرن، هرفع ده من على النار خلاص وهطفي خالص النار، مش محتاجاها. هاخد فرشة هحط هنا زبدة، الحشوة بتاعتنا، الجلاش نستخدم ورقة متنية كده لكل واحدة عشان تبقى تخينة شوية، ما تكونش رفيعة قوي، وياخد واحدة من العجوة وألفها، نحطها هنا ونديها زبدة وسمسم. عايزني اجي كده، حاضر. ناخد واحدة جلاش تاني ونعمل نفس اللي احنا عملناه بالظبط، ممكن حتى ندي دهنة هنا للجلاش نفسه، ونحط تاني عجوة ونلفها، نحط هنا، ندي رشة زبدة، رشة سمسم، وهكذا. ناخد بقى كده يا جماعة، نيجي هنا ندي زبدة كويس قوي وسمسم، وخلي زي ما انتم شايفين كده احنا مستخدمين السمسم مش محمص لانه هيدخل الفرن فمش عايزينه يتحرق. العجوة زي ما قلت لكم ممكن زي ما احنا عملنا كده تستخدموها، وممكن جدا تسيحوها خالص تهرسوها، يعني هوريكم برضو ازاي عشان تبقوا عارفين. هي خلاص طالما شمت النار اول ما هدوس عليها بصوا هتبقى سايحة خالص، فتقدروا تستخدموها كده برضو يعني، ما اهي تعالوا بس اعمل لكم واحدة، انا مش هدخلها الفرن بس عشان تشوفوا برضو شكلها كده اهو، ونديها برضو زبدة ونديها العجوة اللي احنا ايه هرسناها كده اهي، فهمتوا قصدي؟ فما تبقاش قطعة جامدة يعني اهي، ونلف برضو بنفس الطريقة اهي، ونديها الزبدة ونديها السمسم، تعالوا نحطها معاهم في الفرن بقى تاخد اللون بتاعها وتبقى جاهزة. أول ما نطلعها
قدامكم حل من الاثنين، ممكن تدوها شويه من الشربات بتاع الحلويات الشرقي، او تدوها شويه من السكر البودره زي ما انتوا عايزين، لانه اوريدي طبعا العجوه مسكره، فانا مش محتاجه ان انا اديها سكر جامد قوي يعني. تعالوا بقى نغرف الشوربه. شوربه طلع مغرفه، نغرف الشوربه اللي على فكره الشوربه دي ممكن تتاكل سخنه، ممكن تتاكل دافيه، في ناس بتاكلها ساقعه كمان على فكره، زي ما انتوا عايزين. ممكن جدا لو عندنا بواقي من اللحمه المسلوقه او الفراخ المسلوقه كمان نحطها مع الشوربه دي وتبقى لطيفه قوي. دي الشوربه، نجيب لها بس شويه نعناع، شويه بقدونس، ونطلع الجلاش من الفرن. عايزوا بقى نطلع الجلاش من الفرن. تمام قوي كده، مش عايزه بقى اخد لون اكتر من كده عشان الدنيا ايه ما تبقاش غامقه قوي، لان ده صنف حلو. حطيت شويه فستق مفروم في الطبق بتاع التقديم، نحط كده. وزي ما قلت لكم انا بالنسبه لي السكر بتاع العجوه كفايه جدا، انتوا حابين ان انتوا تزودوا شويه من السكر البودره على الوش او شويه من الشربات او العسل حتى الابيض، مش هيقول لا خالص. انا عندي هنا شويه من الشربات، ممكن ندي رشه خفيفه جدا جدا منه، مش هحط كتير، حتى مش هحط بالمغرفه، هحط بالمعلقه عشان ايه ما يزيدش مني قوي. وكده يبقى الجلاش بتاعنا جاهز، نديله رشه كده من الفستق. وكده الطبق بتاعنا جاهز. عملنا ايه النهارده؟ عملنا الجلاش اللي بالعجوه والسمسم، وعملنا شوربه الزبادي والرز، وعملنا كمان الكبه اللي في الصينيه. دايما عامر وكل سنه وانتم طيبين. نصيحتي ليكم النهارده انه لو حد اشول يعني بياكل بايده الشمال، يختار حته تكون فاضيه، تكون على الطرف الترابيزه، بحيث ما يقعدش جنب حد ايمن يعني بياكل بايده اليمين فيضايقه. وسع لنفسك شويه. ودايما عامر كل سنه وانتم طيبين، الف هنا وشفا. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من اميره في المطبخ. باي باي.